السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب بيم ديكشنري ده هتلاقي فيه كل المصطلحات الموجودة في البيم ومعناها ايه بالشكل دوت. فأي كلمة هتلاقيها مش مفهومة تقدر تيجي هنا وتبدأ تشوف التفصيل للمعنى ديت. يعني مثلا Asset Information Model AIM أول مرة تشوفه فتيجي تقرأ الترجمة بتاعته فتعرف ان ده خاص بالأوبريشن. Asset Information Plan هكذا تقدر تشوف ايه المعلومات اللي انت محتاجها لما تقف قدامك اي كلمه ما شفتهاش قبل كده. زائد ممكن موقع دكتور بلال بيم ديكشنري وهتلاقي فيه ترجمه بالعربي من ترجمه بيم اريبيا يعني.